السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المتابعون الأعزاء، أيها الحلوين، في كم شغلة بس بسوي لكم فيها أبديت. طبعا المفروض اليوم تروبيكو، لكن في طلب على سيتي سكايلاين، طلب من طيب. مزين، أول شيء زدت شارع، يعني شارع الجبري، مش شارع سكر خفار، استغفر الله. لو تشوفون دبلت هني وسويت كونكشن جديد، طريقة شوي غريبة، لكن هذا حل وايد مشاكل. كانت الزحمة واقفة هني أكثر من هذا الشيء، وللحين في زحمة والله. ما أعرف شو السبب إنهم مصممين يستعملون هذا الشارع، مع إن هذا الشارع شارع بديل طيب، يعني ما يبون يستعملون هالشارع الحين. في فتحة هني، وفي فتحة هني بكل بساطة، لكنهم مصممين على الشارع القديم بصراحة يعني، وهاي ملعوزين على الشارع القديم. ثاني شي حطيت نووي هني، فرشت الشارع شوي، حطيت طاقة نووية هني، وشوية زدت على الصناعية هني، هاي صناعية مركزية ثانية زدناها، يعني سوينا شوي تغييرات بسيطة مش وايد. فالحين لابا اسوي، ابا اشل مصادر كهرباء من هالاماكن، اشوف ان شاء الله بس ما يقطع الكهرباء اني اشلهم، ان في احتمال يقطع. لا اوكي، هذا ما قطع، هذا ان شاء الله ما يقطع. ما ظني عندي احتياج ثاني للكهرباء، صح؟ اوكي، والنقص الصغيرون هذا بعوض عن هذا الطريق. هذا مش هني، لا ابغى اجيب شارع. هاي الطريقة اوكي، وشارع ما محتاج شارع من ورا، نوعا ما هذا يكفيني اللي موجود. زين، ويجيب لي واحد تو ستيب، خلونا اعدل الشارع. لحظة لحظة، اوكي، انا هذا مكان حق تعديل، انا مخلي مكان حق تعديل. اوكي، مو مشكلة، ان شاء الله يرضى فيه. ممتاز، اوكي، وايد زين، وايد زين. شوف الحين مؤقتا، نوعا ما، مع انه ما يبين انه مؤقتا، غيرنا مواكب الكهرباء كله. في شغله ثانيه من الكهرباء هاي على فكره، زحمه، شاحنات، تلوث، يحتاجون وايد شغلات. لحظه، هاي ليش تجي زحمه هني؟ ليش هاي الزحمه هاي كلها؟ اذا بالطريقه هاي زحمه، كيف احل الزحمة هاي؟ لحظة، صعب احلها، شارع صغير. لحظة، اذا لحظة بجرب، والله ما اظن بتضبط بس بجرب. كل اللي محتاجينه الشبر صغيرون، ومر صغيرون محتاج. ايوه، اساس. لحظة، نجيب القطار. لحظة، بالطريقة هاي. لا تقول ما يستوي، معين خير انا موراك. زين، اقدر اذا ما استوى هذا، تعرفون شو اسوي؟ احول الى الشارع عادي، لكن بجيب القطار بالعكس من 7، قلنا اقل شيء نقدر نجيب، ولا 8 9،
كل سبعة كان سبعة اوكي مال مشاه زين اخس هاب بيتحول نوعا ما لمشكلة ترى خليه يتحول اللي يتحوله على الأقل ما يخرب زحمتي أنا لحظة خلنا نشوف والله زحمة 500 واحد من نوع ما أوكي بعد نوعا ما بس كيف الناس بتطلع من هني لين هني هذا السؤال الثاني صعب هذا السؤال الثاني صعب لحظة إذا أسوي بهذه الطريقة هاي اوكي هذا في حال الشارع بيطلع من هني بيطلع سيدي من هالدرب اتصور بيكون بالطريقة هاي اذا ما كنت غلطان اذا حد يبي يدخل سيدي من هني بعد المفروض انه يخدم يعني المفروض انه يخدم العالم لحظة كيف بنعرف نحن اذا ما في وصلة مكسورة بين هذا صديق وهذا ايوه في مكان ايوه يمر ما عندنا مشاكل يقدر قطار يلف اللفة هاي اللي هو شيء ممتاز يعني اوكي حلو ما عندي مشكلة هنا فعليا لكن في مشكلة لكن مش فعليا لكن يعني انت فهمتوا علي في مشكلة وساخة هني صح مشكلة اي مقدور عليها واحد اثنين اربع خمس ودمبستر واحد اوكي لحظة خلنا نشيل هذا هني وهذا هني وهذا هني اوكي اوكي ها المفروض يحل مشكلة هالمنطقة وهالمنطقة 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 وجميع المناطق يعني بس والله فنان ترى على فكرة كذا اختار اللي هني ها يعني تعبت لين خليته تشتغل وايد قضيت وقت عليها حتى هني انزين في كنت مغير شيء ثاني بعد والله نسيت شو كنت مغير والله ما اذكر بس خلونا نحط هني اللي هو هذا وين السفينة؟ هاي السفينة اللي مختار ليش؟ اوكي وايد بعيد قاعد احطيه اوكي بني بهني هاي وبنحطي لنا الشارع حشيش من وإلى صديقي ايش حالك دقيقة اوكي انا كنت بنزل الشارع هناك حق ال صار فالعوز تنفسي يعني خلينا نحط لك نفسه هناك هاي واي وين واي يدخل من هني ويرجع نفس الطريقة هني يروح يباله ماي طبعا زين يباله مجموعة محلات تجارية طبعا خلي اشبك من واحد من الشغلات اللي بشبك الكهرباء حقنا بنحط له باركنات واحد اثنين نبون الشباب هني باركنات ومنها يشبك الكهرباء يعني زين الحين يبالنا شيء ثاني هني ترى هني الخبصة اللي بتستوي لنا شو ما يباله
مسكر قطار. الحين هذا كارغو ترين صح؟ ابى اسوي ابى اوصل هذا بنفسه ب اين انت؟ اوكي اذا وصلت هذا نفسه راح تكون شوي راح معاناة، فخلوني اسوي لهم لفة بعيدة. اوكي اللفة هاي راح تكون مثلثية هني. اوكي ممتدة من خلينا نحطين اللفة لحظة هني. اوكي هاي لفة يبان دوار، ما اظني ما اتصور محتاج دوار الوضع يعني. شوفوا بس الاخطار هذا راح يكون بالعكس، اذا بيمر هني شارع الشارع بيمر في حضن. اوكي لا حرام ما يستوي، مش انه ما يستوي لا يستوي، بس تعرفون شو بتشوف نسبة انحناء يسار هذا بتشوف نسبة الانحناء. خلوني اشوف الشارع بطريقة هاي. اوكي يبالي شوية، يب يبالي شوي من هنا لين الشارع هذا، وبعدين نسوي لنا هنا منطقي، وهذا مش منطقي هذا مستهبلي مو زين. هني خلي مكشوف للبحر، وعندنا هني اللي قبله اللي بسويه ايوه هني هذا بخلي مكشوف للبحر. كنت ابغى اسوي اتجاهين القطار بس احس بتكون غلطة، اتجاه واحد شبه يكفي زين، وهي ما عندهم ما يكفي لحظة انزين. شوفوا هذا شبه يكفي، وخاصة ان يقدرون يرجعون من هنا، قاعد تستوي زحمة يقدرون يرجعون لنا هنا، ما بسوي تكتيس زحمة زيادة يعني. هذا الدروب كله خارجية تعتبر بعيد عن العالم، فهني يمكن نمتد شوية. الحين العاصمة خلها توصل لهنا ما عندنا مشاكل، بس العاصمة انا بدرب ثاني يكون شوي منطقي اكثر يعني. بنحط مع بارير اللي راح يستوي الحين. لو نطلع الشارع من هنا زين لحظة، شارع من هذا الطريق إلى السطح فوق شوفوا، ويب درب الهاي واي من نص المدينة في حضن المدينة. ركزوا انتو في حضن المدينة بيبا، هاي كلها أمور الحين ما في ولا واحدة منها بالغلط، نحن قاعدين نسويها قصد زين. دخلنا النيبة مهني الطريقة هاي، مهني بالطريقة هاي اللي هي شارعين. الحين في شارع تحت تجيبنا هني، بس اللي بيجي نص المدينة لازم يكون فاهم شو قاعد يسوي. زين لحظة خلنا نحرك هذا هني. زين وبنيب الشارع الثاني بعد بعدله شوي، بعدله خفيفه تعديله خفيفه يبغى، ما يبغى تعديله قويه لحظه. بنيب هذا هنا
هذا هني بنساعد الشارع نحن باختصار، وأي شيء نبغى لازم يمر من ناحية الشوارع هاي عقب في نص المدينة، يعني لازم أدور طريقة ألف فيها حول الشارع هذا. أنا ما أعرف كيف بسويها يعني بلف، بس أهم شيء إني ما بيوتيرن هني. زين أنا ما بيوتيرن، بس هذا أهم شيء عندي. هذا حق اللي يبون يدعسون، يبون يمشوا الشرعة، الشاحنات، غيره، هاي الأمور الطيبة. زين أنت تقدر تتي هني، وأنت لك حرية تأخذهم إلى هنا. أوكي، بس هذا يقدر يجي بعدين. زين أوكي، شوفوا كيف. أوه شوف من المزرعة، خليه يروح في شارع عام، لأن الشارع العام أحس له قابلية حلوة ولا لها امتداد حلو يعني. شوفونه، أنا أحس إنه بالطريقة هاي غير الشارع هذا، مع إن الناس تستعمل هالشارع بعدها. يعني لو نشوف نحن هني بعدها في زحمة تحت، بس الزحمة هني كلها تأخذها تقاطع، هذا كله يمسك الزحمة هاي، ما أعرف ليش بس بيمسكها كلها. إنزين عندنا هني زحمة وايد، فشو أبغى أسوي؟ نبغى نجيب شارع من هني، شوفوا هني لين هني لين هذا لفة، تحسون لفة عادية بس بتحل لنا مشكلة شوي خفيفة يعني. وليش مسوينا بالطريقة هاي؟ لأني مسوينا غلط، لازم أسويه الطريقة هاي. على فكرة ممكن أسوي شارع ذو اتجاهين، بس نوعا ما أحس ما له داعي. خلنا نسوي هذا بالطريقة هاي، نخفف الانحناء هاي، خليه يبين شوي مقصود يعني. الحين ما يبين إنه مقصود، أحس انه بس يبين انه جاي بليد. زين ونبى نمر نطلع من المكان هذا، واي شيء ثاني ترى في الطريق يعني ايش بسوي مثلا مشروع مستقبلي راح يكون مبني على اساس هذا الشارع. زين هذا بنسوي توقل حق هاي، بس اساس دقيقة خلنا نشوف. 1 مايز 2 2 مايز 3 هذا هني لازم اكون شوي قدر الامكان. اظن هني بيحتاج جسر فعلا، ايه بيحتاج نوعا ما جسر، فخلنا نسوي. بس ما يستاهل شكل الجسر هذا، ما يستاهله، احس حرام لانه خاطف فوق محطة باصات يعني. ليش؟ خلاص الطريقة هاي بكسر شوي من قدام. لحظة اوكي، نقدر نسوي هاي الاجزاء بعد نوعا ما نقدر، بس مثلا هاي انا ما قدرت، ممكن اكسره ووصله بيطلع اوكي. الطريقة هاي هو اوريدي اوكيبايد لان على الزاوية، فلو كان شوي ما احس انه موضوع كبير يستاهل ان اسوي ساعة. اذا بغيت في المستقبل بسوي. انزين بس لازم يكون لها انحناء شوي لو طبيعية، تكون تحس انها طبيعية شوي. ايوه انحناء بالطريقة هاي، تحسون شوارع شوي جاية بشكل طبيعي يعني، مش تحسونها اوه يا العيد هذا بيستوي زحمة. ها الحين لحظة، الشوارع وين رايحة؟ واحد داش واحد طالع، اوكي لا الحين اوكي، الحين شوي الزحمة بتتوجه من المكان هذا، على الأقل أحس إنه بتخف. زين دقيقة
إذا نسوي بعدها زحمة، بس في ناس بتستعمله في الأغلب، في ناس راح تستعمله، مع أن هالمنطقة راح تحول لصناعية بشكل مركزي. زين، أنا هذا اللي بسوي الحين، أحول الصناعية المركزية مالنا إلى هذا المكان هذا، لأن أنا عيبني نوعا ما المكان، وأحس إنه يستاهل شوية أبجريدز في الوسط في خطوط أساسية، إنه يتحول إلى شو كل الشوارع تستوي أساسية ما عدا هذا الشارع، صح؟ أو إنه أصلا مفروض نحنا نمد خط جديد. إنزين، شوفوا بالطريقة هاي نيب خط، إنزين ويت نيب خط، أبغى خط تحت الخط هذا، أبغى خط تحت المستوى هذا. لحظة، خلنا ننزل ماينس فايف. أيوة، أبغى يبين إن في شغل الشارع، لأنه وإذا ما في شغل في الشارع بيكون مش حلو أصلاً. أبغى في نص الجبل هذا يكون ماينس إيت تقريبا، ياس اعتمد انه يعرف شو قاعد يسوي. اشوف الحين اظني، خلنا نلزق الشارع فوق. هي فنان، ابا قصه، بس شو ابا يبين ان قاصينا عدل بطريقة احترافية. فشو بنسوي؟ هذا بشله، الحد اللي هني بشلها، نفس كيف معظم المدن اللي على الصغيرة يشلونها، لان هذا في الواقع هذا إذا ما انشل بيتحول لصروخ، صروخ وصخور تنرمي وين؟ على الناس، ونحن ما نبي الناس تتأذى طبعا في الصناعية، فلازم نتفادى الصخور المرمية، صحيح؟ ولا الصخور المتساقطة، ولا وايد أسامي الحين، بقعد ما بقعد تفنتك في الاسم بعد. إنزين، وعندنا الحين برشة التول مرة ثانية يسوي الأرض هذه. إنزين، ها طبعا اذا برد اسوي باي شكل من الاشكال الحين. لحظه، خلنا اسوي بالطريقه هاي. زين، لازم ارد ابني ترى على فكره. ليش؟ لان هالشارع، لحظه، لهالشارع ابي ابني عليه يمين ويسار مصانع، بعد عيب يعني شارع صناعي اساسي ومش مبني عليه مصانع يمين ويسار. خليه يسوي شوي زحمة، مش مشكلة يعني، قضيتنا مش الزحمة، نحن قضيتنا ان هالشارع اساس انه يقدر ينتج اي انتاج، لازم يكون موصول من اول وجديد. نوعا ما صح، نوعا ما. لحظة، زين، هذا بيهني مستوى الصحيح، هذا بيستوي المستوى الصحيح طبعا، هذا المستوى الصحيح، هذا المستوى الصحيح، شارع أساسي، مجرى أساسي، هذا الشريان من شرايين الصناعية طبعا الحين. زين، والنيب شارع الخطين هذا نسوي فيه مجموعة قطاعات عشان نتقاسم فيها مجموعة خدمات. شوفوا بعدنا على التول هذا قاعدين نحفر في منو في ليبل. طبعا عندنا مشكلة هنا، بس سرعان ما ستحل، لأن عندنا لحظة، لنا عندنا مطافي، وهذا مفروض يشوفون شغلهم، مش شغله قاعد الأحد وراهم. إنزين، بس هذا أساس إنه يحل بشكل صحيح الشارع هذا، أبى أرفعه فوق، أبى أرفعه فوق، ما ظني أرم أبني حتى لو رفعته فوق، صح؟ هاي ما أقدر، خلوني أهدم هذا، بما أن أوردي فوق الحين شو بيستوي؟ مفروض ينبني عادي. يعني يا بالعيد، بس الحين اهم شيء بيبنون شيء، اظني اهم شيء بيبنون شيء. انزين، خلنا نرفع شوي. انزين، خلنا نشوف شخبار المطافي هني، شخبار خلنا نحط هني منطقه خطره،
بنحطي لهم مطافي بهليكوبتر هني، ما اعرف هني ما يستوي مكان صعب جدا، بس ليش ما نحطيه هني عادي يعني؟ حطيه هني نمد لهم ماي، والله توقعت ما في ماي. زين نمد لهم ماي هني. زين الحين نبغى، بما ان هذا الشريان اساسي القطار، ابغى اجيب سكه قطار، بس احس انه ما راح يمشي. زين شو خلي اسوي المحلات اللي هنا، انا نوعا ما متحمس لها كلها اصلا، بشيلهم الحين بنحط صناعيه. هذا الشريان عقولتي الاساسي لازم نعبيه شويه مصانع. طبعا هنا الشارع مش مستوي، ما عندي مشكله، ابى محلات صغيره، ابى هالسوالف، وهذا بيوفر لنا كم طيب. طبعا هنا الناس بتبني الحين، بس اللي انا ابى الحين، انا عندي قطارات صح، ابى اشوف القطار اللي هني. سوري ها مش قطار، اذا القطار اللي، لا هذا قطار اللي هني يتوصل في القطار اللي هني. لحظة لحظة، وين بيلف؟ معقولة بيلف هاللفة كلها عشان يوصل؟ لا 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 يا ابوي، لا لا، وين تبى؟ وين تبى؟ بنسوي قطار داخلي صغيرون حكم. وين يبى يا رجل؟ وين يبى؟ وين يبى؟ لا مش هني، عادة بنحط هني. أقدر ما تخيل عليه زحمة، ما أتصور إنه بيكون عليه زحمة، إن شاء الله ما يستوي عليه زحمة يعني. زين يعني مش قضية أظني إذا كان في خطر، وإذا بغينا ننزل عقب بننزل، مو مشكلة مش قضية. ومثل ما تلاحظون هذا المكان ولسكة الخطر هاي، أشوف وصلت صح، وصلت صح. زين الحين ليش نحن سوينا السكة هاي؟ عشان نشيل الضغط شوي، الناس تروح وترد. بعد ما بيستعمل هالطريقة ولا طريق، لحظة أبغى يستعمل هذا ليش ما يستعمل هذا؟ مش بوك عدل، هي مش بوك عدل. زين هاي الحين مش بوك أحسن، هو في له حسبة انحناء معينة على فكرة، مش دائما يشل ولا يشل القطار يمشي بالطريقه اللي نحن نتصورها. في لها حسبه خطيره جدا، ما اعرف شو الحسبه هي، لكن لها زوايا معينه استكشفتها اليوم وانا قاعد اعدل السكه. كل ما اعدل 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 اكتشف انه لا، كان في شيء ناقص اسوي، في شيء لازم اسوي، في شيء لازم ازيد عليه، في شيء لازم انقص منه. فالقطار يبالا انتباه كبير يعني، انتباه طيب يبالا. انزين الحين خلينا نحط لنا مناطق سكنيه، نبغى شارع اساسي يخدم الباصات. انزين الباصات هي اوكي سوري. انزين ها شارع الصناعيه اللي تعودت اني اسويه. انزين انزين نبغى شارع يخدم هالأماكن، يمكن أتخلص شوي من هالأماكن على فكرة، بتحسون ما أعرف إذا بيمشي عدل، بيمشي عدل. أوكي جامعات في الوسط بطيح، واللي داخل بتكون شوارع ستريت سيدة داخلية جدا، وهاي المنطقة راح تخدم نفسها بنفسها من حيث الخدمات على أمل، على أمل. هذا عنده عازل صوتي، هي عنده عازل صوتي، ممتاز. بس اتصور اذا اقدر اسوي نفق هني بيكون وايد حلو. اوكي النفق مو بيكون شيء سهل. اوكي خلنا نسوي انحناء بسيطة جدا، ماينس 18 هو 14 في العادة اسوي، خلنا النفق 18 بالطريقة هاي، وبنمد هني شارع ثاني. لا هالشارع غلطة، بيكون هالشارع بيكون غلطة نوعا ما، فخلوني ما اسوي هالشي هذا،
ولحظة أنا خربت الشوارع اللي هني، نبغى الشوارع اللي هني. سوري، نعدل هذا شوي هني. أوكي، ما لحقت خربته، وين مسوينا بعد على طول خربته. زين، أحس غلطة بيكون، فما بسويه الحين، بتشوفه بعدين شو بيستوي. بنحوله لشيء نبغى. زين بس خلوني أحول أول شيء شارع، أدر الشارع غلط. في حد في الكومنت بيحتشر بعدين، هذا الشارع غلط وأنا مش منتبه بعد. زين انتبه يا خليل، تخليهم تعرفهم، لازم شوي تناحى شوي لازم. انزين، هاي بنحط فيهم عماير نفس الباقي، ان شاء الله توصل لهم الخدمات، ان شاء الله ان شاء الله توصل لهم الخدمات. خلينا نحط لهم دكاكين هنا شوي، شوف اسعاف شرطه كل شيء، واصل لتعليم يبغى لهم شوي، بس يبغى لهم حديقه هني، لهم حديقه صغيرونه بالوسط هني، خلهم يستانسون. ونحط لهم ماي يعني، وهو شوفوا هذا مش احتياجنا بالضبط الحين، بنحتاج اكثر. بس انا ابغى الحين عماير وين؟ على البحر دايركت، عماير بالضبط اباها على البحر بالضبط. تعرف شو بالضبط ابغى؟ يبنون هني غصب، شوفوا ان شاء الله يبنون فوق الماي عاده. انا هذا معين خير انهم هم راح يرتفعوا، بيرفعون اعمارهم فوق الماي شوي، على اساس نقدر نحط هنا بعد مطاعم على البحر، بما انها هذا، وبنحط مال يخوت، وبسوي مجرى ولا ممشى مسار من هنا لين هنا في المستقبل، على اساس انه يوصل للمطار. بعد المطار يكون يعني في قطار مترو سفينه، ويروح بالاتجاه هذا ويرجع مره ثانيه الاتجاه الثاني كامل، يكون مسرى كامل حتى قبل نضيف مدينه هنا، يكون شيء كبير يعني. القطارات تكون يعني كل انواع المواصلات يكون جزء كبير من خطتنا في المستقبل. الجامعة مشكلة، خلت يكون حولها مجموعة عمال، بس ان شاء الله يعني يسوون مثل ما انا، يبنون بالطريقة اللي انا اتخيل انهم بيبنونها، انهم يبنون بالطريقة اللي انا اباها بيكون وايد حلو الصراحة. هني عندهم شرطة، عندهم عيادة، عندهم كل شيء، هاشو عندهم مال خدمة الكجرة، شخبار الزحمة اللي كانت على اللفة هني بعدها موجودة صح؟ تعرفون ليش؟ المخارج والمداخل مش صح، والزحمة قاعدة تي من هاي الصناعية. فلو أن الزحمة تي من داخل، خلنا نسوي خط يختصر الموضوع على الجماعة بالطريقة هاي. ما أعرف مدى جودة الخط هذا، بس إن شاء الله بيختصر، لأن أنا أحس إنهم يجون من برا، شوف يجون من برا، يجون لين هني داخل، ما يجون من هذا الشارع، فبسوي بعد اختصار يمكن يجون. أسوي لهم بدائل كثيرة بالعربي على أساس إنهم يجون. شوف الخطار، رايح راد يجيب ناس، شغال شغال يا سيبي 52-1، مع إن الخطار هذا بس شغلته رايح راد على المدينة بس. شوف 70-1 قاعد نستفيد منه بطرق ثانية. انزين، هل قطار هالمدينة بيستفيد زحمة قطارات شوي عليه؟ فأنا ما أعرف، لأني ما سويت، ما خرج القطار، أحس إنه بتوقف. شوفوا مع الزحمة على الشارع، ما حكى أي شيء، كنت أدور واحدة بس نسيت اسمها، شو كان اسمها؟ صبرينا، هي ذكرت صبرينا، والله زين ذكرت من كم يوم، الحمد لله ما شاء الله، أذكر الله. انزين، شوفوا الزحمة هني، شوفوا شوفوا، والله كان خطة ناجحة هني، ما فوايد زحمة، ما حد يبي يستانس، ما حد يبي يسونا، ما حد يبي يبرك، ما حد يبي يسوي شيء، ها؟ ما في سبعة تنفار، ما حد يبي حديقة، كلكم تبي تروحوا اختار، يسوي شيء مفيد. زين هذا 60-1 70-1 يعني في عندنا قابلية لزيادة الناس بشكل جميل. زين أباهم يبنون هني، هذا ظلم، أبا يبنون. زين خلنا نحط لهم حديقة هني مرة واحدة، لحظة خلنا نحط خدمات على الماي. وين صارت؟ جنب العماير، وسط العماير أحط، شو رأيكم؟ هني بحط شوية بيوت راهية. زين لحظة بحطي على، أنا عيبني المصطلح شريان، شارع أساسي هني يغذي المكان. زين يغذي المكان، ما بوصله هني، هذا الشارع بيكون بس
بين المكانين. هذا شارع صخرة بس بيكون حق الناس اللي هني. انزين نحط شارع صغيرون مع بارك خفيفي هني بالطريقة هاي. اوكي مش اوكي، حط بوشير، بنحط بوشير زين شارع بوشير زين، وبنحط بيوت. احس بتكون بيوت الناس شوي راهية يعني. زين بنحط هني شارع وتحول لجسر. سأريحني من الصدع. بنحط هني بعد بيوت. ليش سواه بالطريقة هاي ما اعرف، بس ما بحتاج الدرب يكون شيء ثاني. انا الحين بنسوي شارع في الوسط تقاطع. انزين الحين هاي اللي راح يكون بيوت، ف انا مش وايد خايف عليهم، بس هني نبقى محلات في الوسط، يمكن وايد محلات هاي بعد. اوكي بيوت زيادة هني بيكون جنب الحشرة. لا لا امورهم طيبة. انزين وهني ما بحط بيوت، هني بحط شو بسوي؟ بنحط واحد يجيبهم يوديهم صيد. اوكي بس نبغى اول شيء لحظة نمد ماي حق هذا. انا لاحظت ان في واحد ناقصنا ماي، واحد مجموعة. زين طبعا هذا كأنه هذا ابغى مجموعة باركنات هني مقابل انهم. اوكي ما بحط الخدمات كل مكان تي ورا بعض، لا بحط شغلات متنوعة وببارك يخوت. هذا مال جيتسكي جم مال الصيد، الشيبان يصيدون. اوكي والاهالي يلعبون جيتسكي. بس هذا ليش وايد بعيد؟ ما اقدر اقرب اكثر من الشارع، ما اقدر اقرب اكثر من الشارع تصدقون. بس خلي اخلي مسافة، ولا لحظة خلنا نخلي مسافة صغيرونة. خلي مكان أول شيء صبر، إذا أجيب له شارع هذا رملي على أساس إنه ما يبين وايد. أوكي يمشي حاله. هي 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 والله حلو صدقوني بواله، بس إذا زادت التقاطعات بيمشي خايس. خلنا ما نزيد التقاطعات، خليها بالطريقة هاي. نزيد بس هذا يبغى له باركن بروحه. شوفوا والله يبغى له باركن بروحه، لأن الباركن بيض يعني شليته حطيته بيستوي احسن. بالله عليك يا خليل خلنا نشوف طريقة نعدله شوي. اوكي وايد صعب نعدله. لا اذا لحظة خلنا نشل هذا، بحطه هنا مؤقتا و لا لا ما بحط شيء عندي، ما بحط دكان عنده احسن. وبحطه هنا عند هالتقاطع باركن زين، وبحط باركن ثاني هني لاني بحط حدائق يخوت هني مارينا. ايوه هذي اليخوت، اليخوت ما تشوفهم يبي، ولا احط واحد حق يخوت هني دايركت على التقاطع. واحد المسافة بينهم عندي يتصافقون وهم طالعين. اثنين هني ابغى شيء سيدي قدر الامكان. هي هي وايد زين، ده وايد زين، طريقه زين وايد. اوكي وهذا له باركن هني جنبه تقريبا، وهذا له باركن جنبه. ممكن نجيب هذا هني لحظه. اي شوفوا عند الباركن. موضوع الباركنات حلو يعني. في حد هنا يقدر يباركن؟ لا 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 ممنوع 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 ممنوع، ما انا بحد يوقف في هالاماكن حتى هني ممنوع. ولا اقول هذا، لا لا هذا حلو حد يباركن. شارع كج حلو فنان بيكون، اذا بيبركنون بيكون شيء زين.
مع ان الكهرباء اظني توصلت اوريدي مع هناك، هي توصلت انزين الحين يبغى لي شغلتين زي ولا الشغله زياده اقدر احطيه، اذا حطيت اكثر وايد بيكون احسه سخيف. انزين هذا فولي بول، هذه باله بحر بس نشاط رياضي بحري بنحطيه هني، ومال الاسطبلات طبعا بيكون نوعا ما هاي باله مساحه فما بحطيه هني ولا هني، هذا عقب تشوفوا المكان. الحين اللي بحطيه بس هي المطعم فشن كبير، حطينا نحن اول شيء ولا ما حطينا؟ لا ما حطينا ولا بحطيه. نبال ايش اسمه هذا، لحظه هذا بعد يباله باركن عنده، لحظه ايوه اعتدل 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 معتدل ثبت اوكي حطيه باركن. النت بي بليس ان ووتر عيل بحطيه مقابل انه دايركت انه يكون مكان حليوي يعني. شوفوا هاي مواني باركن يخوت جيتسكيات اجار. الحين ممكن نحطي عندهم شوي خدمات هني، لو يوقف حد بيكون حلو. حطي بيوت هني اوكي، بحطي بيوت هني بس تعرفون شو بيوت بتكون بس على الضفة هاي صغار. ان شاء الله يبنوا ما يبنوا داخل ماي ان شاء الله، اذا بنوا داخل ماي بكنسلهم. لا هني دكاكين خلوه، لا هني بيوت واللي في الوسط كنسله زين بسوي دكاكين صغار انه يكون المكان نوعا ما مزحوم. اوكي 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 يبنون مش داخل ماي برا الماي، واللي هو شيء وايد زين وايد وايد زين. انا اباه هاي وايد زين. هاي منطقة يعني جانبية من المدينة يكون فيها شوي استجمام تابعة. يبغالنا مدرسة، مدرسة بالزاوية اللي ما حد يدري بها هني حلو. وبنحط عندنا شرطة عندنا كل شيء، ما عندنا كل شيء كل شيء، فشو بسوي؟ بحط شيء بطريقة انه يوصل، بس حرام بس حق هاي المنطقة احط شرطة. بخليهم اذا استوت جرائم وهذا مشاكل عندنا بنحطي، شو رايكم؟ بس بتكون هاي حلوة يعني شوي. انزين حدائق ما تبط، حدائق خريجة هني فول كلها اصلا حق وناسة ما في شيء ثاني. انزين بس يبالنا على البحر نشوف اذا عندنا شغلات. احنا رود مينتنس ما نحطي اصلا خير شر. اوه تعالوا عندي اجريكلتشر انها فيرتيكال فارم، نقدر نحطيه في نص المدينة ترى، هذا حق محصولات يعني زراعية بس مش هنا الحين. هذه البوابة كان عندنا بوابة وين صارت، وحدة من الاشكال عماير بس ما نبغى. انزين الحين بنحط سوبر ماركت، بس سوبر ماركت بيكون لازم مكان تجاري بروحه، هذا بيكون يمكن هني مش يمكن، خلنا نحط العاصمة بيكون فيها مشروع سوبر ماركت. الحين هذا كان مشروع كورنيش العاصمة اصلا طول الحلقة، بس كان لازم نسوي تعديلات شوي جوهري، غير تعديلات سويتها وانتم مش موجودين يعني. ولو تعرفون كم عدلت بتقول خليل ليش عدلت مش في حلقة، بس كان لازم بعض الشغلات تستوي اصلا في كل الاحوال، فسويتهم عالطاير برا عن طاقة الحلقة على اساس انه بعد شوي شوي اوفر من وقت الحلقة، عشان لان الحلقة في العادة تاخذ وايد شغلات نسويها. ما بقى حديقة ثانية هني، بس ما اعرف ليش احس اني بحط شيء بعد، احس ما يكفي المكان. خلنا نحط هني وقفة باصات اول. زين بنحطي مش هذا اوكي سوري وقفة باصات، لان في سونا وفي شغلات هني، فمن الحلو ان الشوارع الجديدة بنمدها بباص. خلي الباص يوقف هني، لا هني هني بيكون معنا اذا وقف. سوي اربع وقفات للباص، لحظة خلنا اشيل هذا من هني، اشيل هذا من هني، لان الباص اذا دش بالعكس بيسوي لي زحمة، فخلنا ننزلهم على البحر. زين ابغى انزلهم، ليش ما يلف يسار هني؟ شارع اتجاه واحد انا مسوي شو. خلنا اني بوقفة باصات هني
والله هاي لحظة، هاي بكبرها غلط. إذا كنسلت هذه خلنا نحط وقف هني، وقف هني أساس إنه ما يمر على الفاضي، على الأقل يكون يسوي شيء. إنزين، ونبغى من هني باص يطلع يمر المكان هني، يمر محطة الباصات، يوقف يرجع من داخل، يرجع هني، يوقف هني، يوقف ثلاث وقفات يوديهم على الأقل. ونبغى وقفة تجيبنا من محطة الباصات لين محطة الباصات، وتنرجعهم. لا هاي مش محسوب، ما بسويها. إنزين، ممكن يحتاج موظفين بس مو مشكلة، لأنه ما عندنا استقطاب سكان عالي حاليا، بس بيون السكان شوي 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 بيون، خاصة وعندنا باصات وهذا، وهالمشاريع بتبدأ تشتغل. عاشو سانشاين انتنسيتي 0% برأي، هذه مش عارف تطلع، مش معتمدين عليك في الكهرباء اصلا، معتمد عليك في الكهرباء الليل، المدينة هاي تسكر. انزين الحين نحن عندنا مجموعة اماكن بيونها الناس، بيستانسون على الكرنيش، يستانسون في البحر شوية، يطلعون يصيدون يسوون. يا هي العاصمة كان فيها وايد مشاريع على فكرة، المدن قامت تتشكل بشكل حلو. يمكن نبدأ نسميها هالحلقة باقتراحات تسمية جديدة، سوينا أسامي متابعين، نبغى شغلات جديدة، المشاكل بنحلها بنسويها، ما عليكم. فهدوا لي تحت في الكومنت شو نسمي المدن، وإن شاء الله نشوف شو نسمي المدن، ونشوفكم في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.